مساء الخير. انا كنت نخدم في شركه وطنيه ب 96 كان بعمر 33 سنه، خدمت فيها 4 سنين بالكونطرا 3 شهور ومن بعد 6 شهور ومن بعد عام بعد حبسوني قريب عام هكذا، ومن بعد حبسني الشاف قعدت في حرق تحرق في قلبي حبسني، ودار وحده بنت وحده برمليه بنت مرت خوها دارها تما دارها بلاصي، خرجت من تما وانا برا في الشارع برا واش ندير الحل نديرو، خرجت نطلب موراها هكذاك واحد 4 سنين هكذاك من 96 حتى 2005 صابت لي وحده جارتي خدمه في ليسي حاسبه. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.